هذه خطورة الليزر، خلي يشوفونا العيال، ما في غشمرة. تخيل شوف شو يسوي بالتفافيخ، فما بالك لو تحطه على العين. النايلون هذا أقوى من الغشاء اللي يحمي العين، فما بالك لو تحطه على العين اللي هي متكونة مو من مواد صناعية ونايلون القوي هذا، لا، مواد عضوية العين، فمقاومتها أقل من التفافيخ هذه.